هلا رح شوف امي لاول مره. قلبي عم دق قبل 5 سنين هلا بس ما في شيء. هلو بفلوج جديد عم نصور. هاي الشباب كله ورانا عم نكمل تصوير البرانكات وبعد بكره لازم نفوت بالدراما. هلا عم نفوت بس بتصوير البرانكس وهالقصص هي. الدراما هاليومين لازم نفوت فيها وبكره راح نروح لناخذ صور عشان نحطهم بالمسلسل. روني شافوك بالفيديو قديم فراح نكمل الفلوج وراح اورجيكم شو راح نصور اليوم. هلا راح نغير لوكيشن لقدام. كنت هنا عم صلح سيارة على اساس فعم نشوفه. هي رولو الملك. اهلا اهلا هلا بالخميس. مرحبا كيفكم. هلا نحن بلوكيشن تصوير مسلسل. هون راح يكون تصوير وهي راح تكون اوضتي بالمسلسل. راح اورجيكم هي اوضتي بالمسلسل اللي راح نصوره. فهيك راح تكون اللبسي هون. هي صور الحيطان ما قوم شايفين هيك هيك. هذا البيت التصوير. لا لا خليك قدام. هذا مخرج مارسيل. مرحبا كيفك؟ والله رواق. هاي اخي بالمسلسل المتفلسف. وهذا المخرج اللي ما راح يخلينا ننام. عم تحفظ؟ روني اللي بده يطلع على السويد. ما بشرب غير شح. بشرب غير شح على التصوير. رح نخلص مسلسل وعلى سميت سوا راكد. يلا هاي بربوريشن 3 2 1 اكشن كامله. هلا خلصنا لبس. هلا لبسنا. طبعا نتاشا هي المسؤوله عنها. انا نتاشا ولا مره. انا تشيكوكو. تشيكوكو شاب خربت اسمها. تشيكوكو شو الاسم؟ اوه اسمك هيك هيك ولا لقب؟ اسم تشيكوكو. هي رح تكون مسؤوله عن خلاص. كوكو بس اسهل. تشي 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 هي المسؤولة عن الملابس. فكل شيء بتشوفه ملابس ما يدخل. هون الشاب كل شيء تأثيرات ضرب كفوف باكل. أنا بكون هو المسؤول عنه. هو يكون قال له نروح. وأنا كمان بقدر أدور على الساعة بسرعة يعني. فأنت بس تعملها هذا. أنت عم تصور حالك من هون كأنك عم تاخذ سيلفي. تطلع بالكاميرا ما تمام. أوكي أوكي يلا يلا. لا بلا جرأة. اعطينا مسبب الايطالي. حط لي بابا وكولو. ايوه هي بابا وكولو. رح نبدل اللبس لانه احنا عم نصور اشارة المسلسل للشارة فهدول كله رح تشوفون. صحيح. فهلا رح نبدل بسرعة ونرجع لكم. باي. برافو برافو حبيبي. يلا روني انطرونا قريبا على التلفزيون الان. انطرونا قريبا على التلفزيون. لا يلا 3 2 1 انا اليوم بدي انطروني بدورنا على التلفزيون الان. هلا خلصنا الصور والمقدمه فبكره راح يكون اول يوم تصوير. راح احاول اخذكم لقطات هيك. هي اوضتي اللي راح تشوفوها بالمسلسل. شايفين ديكور هيك. تجربه حلوه. راح نضل بهالبيت تقريبا شهر شيء 20 يوم 25 يوم عم نصور. ما 25 يوم فبنشوفكم ورح تتشوقوا لهذا المسلسل. رح يكون حلو فجهزوا حالكم لتتابعوه. رح ينعرض ويطلع على التلفزيون الان بتعرفوا لانه بشتغل معهم دائما. فالمسلسل رح ينعرض هنيك ورح لكم اكيد ايمت والايام والقصص كلها. خلونا نكمل الفلوج. يو يو واتساب واتساب. طبعا هلا رجعت من اللوكيشن التصوير تبع البيت اللي رح نضل فيه شهر. هذاك البيت راح نضل نصور فيه تقريبا لمدة شهر كامل. شفتوه. بكرة راح نبلش أول يوم دراما تمثيل دراما. كنا عم نصور أول شيء المقالب اللي بالشارع. طبعا هنا بياخذوا لقطات لقطات لقطات. مثل ما قلت لكم إنه المسلسل راح ينعرض على التلفزيون الآن. راح يكون 13 حلقة. كل حلقة طولها 45 دقيقة ففيكم تتابعوها على قناة الآن. وبنزلوا بعض الصور بالإنستغرام بالقناة الآن وهالقصص فيكم تتابعوها. راح لكم عليها أكيد.
هلا خلصنا، بكره رح نفيق من الساعة 6 الصبح، بكره تصوير من الساعة 6 الصبح، كل يوم يفيقونا بكي ما بعرف ليش، بس هلا نازل اتمشى شوي، مشتي اتمشى تحت وهيك الاجواء الكريسماس قربت عيد السنة، فرح انزل وورجيكم تحت لبنان ورح ورجيكم شارع الحمراء شو الترتيب فيه والناس هلا، بعدين رح نام، تعالوا ننزل نشوف شو رح يصير معنا. شوفوا هالكاميرات، هاي كان جدي يصور فيها، حتى جدي ماشي على يمكن الكاميرا. هاي في عندي نفسها تماما بتذكرها الضغط، هاي السيلفي هاي كانت يا لطيف. هاي من ميمت، هاي انتيكة كلها انتيكة روسية كمان. الله يعطيك خير. عملات شو هدول هون؟ عملات متواضعة، أحجار كريمة. شوفوا كيف كانت العملة الروسية منها. كل هي. كل هي. تخيل واحد هي شلون ياخذوها هي يحطوها يحبون ياخذوها. هي العملة الروسية القديمة. بس كبيرة كانت. هي 1910. هذيك المعركة. هي 100 روبية هي. 100 روبية. هي 500. هي 1910 نعم. عيش كثير وشوف كثير. حبيبي شوفوا هاي رسمة للشام قديمة كمان للفنان باسل حناوي، فرجوا ما أحلاها. واشتريت هاي العملة القديمة، مين متذكر ال 500 هاي الملحفة؟ اشتريت 105 و10 و100 و500. هي مفاجأة، بس أي أخوي راح أشوف أمي هلا. كول كول هلا قاعد بدق قبل 5 سنين هلا بس ما تلاقي شيء. يلا كلمة أخيرة. فالحمد لله اجتمعنا على بال هيك لمتنا كلياتنا سوريا إن شاء الله يا رب، وبابا يكون معنا كمان وكلنا، فرح نكمل اللوم. مين هاد؟ بابا. شو بدك تاكل؟ وين بابا؟ وين بابا؟ وأنا وين أنا؟ أنا بابا. أنا وين؟ بابا. أنا وين أنا؟ بابا. أنا وين؟ ما مشي لف لفوق. بابا. وأنا وأنت وين أنت؟ وين أنت؟ بابا. تعال المحل هلا. شيك. هاي شو هاي لولا؟ هذه وات هرشيز. شو؟ هرشيز. شكرا لك. هرشيز. شو يعني؟ شوكولا بيضة. ها شوكولا بيضة. هاي مع نوتيلا. مع نوتيلا. أيوة هلا نحط لك معها. هلا. هاي دي مع الفراولة. دعمون دعمون. أموت بالفراولة. هي رب الفراولة. شكرا.
هذا بسكوت الأوريو. واو. ها. كده خفيفة هي. خفيفة وزيتة. هذه ما صارت إلا لك والله. حبيبي والله. خي محمود. هذه هي الخي محمود. حبيبي والله خليك. جبل سلفا. واخيرا خلصت. هاي شفتوا من شوي اجتمعت مع امي. احساس حلو كثير 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 احساس حلو. ما قدرت اصور كثير لانه كنا ببيت احمى اخي فما حبيت انه هيك كثير اصور لانه عيب وكذا وهيك. بس الحمد لله اني اجتمعت معها. هذا الشيء اللي كان الحلو يعني اني اجتمعت معها وقابلتها واخذت الرضا منها. واكيد عم شوفك اليوم شفتها وشفت اخي كمان جاي بعد فتره اختي. فهذا الشيء الحلو انه اجتمعت مع العيله واجتمعت مع اهلي. والحلو الاكثر انه هي فرصه انه سمحت لي فيها اكثر هو البرنامج اللي راح ينعرض على التلفزيون الان. المسلسل هو كان السبب غير اني اشتغل معهم وانا بشتغل معهم اني اجتمعت مع اهلي. فكان في سببين، سبب العمل والسبب اني اشوف اهلي. فكان شيء كثير حلو. انا كثير مبسوط وبدي اتشكر التلفزيون الان كثير لانه على اهتمامهم. الحلو فيهم للتلفزيون الان بيهتموا بالشباب، بيهتموا بطاقات الشباب، بيهتموا بالناس المبدعين، بيهتموا بكل شيء. بيشوفوا حدا مبدع بحبوا يساعدوه، بحبوا ينتجوا له برامج، يطالعوا. هالقصص كثير حلوه. حتى الكادر كله شباب، يعني الكادر شباب. احلى شيء يعني ايام كثير كنت فوت مثلا صحف او مجلات الكترونيه او مؤسسات للميديا او حسب كل بيشتغل فيها كبار، بتلاقي كله المخهم صعب شوي كذا كذا. طبعا مو الكل المخهم صعب، بس الحلو بالتلفزيون الان انه كله شباب، كله شباب، كله عم يستغلوا طاقات الشباب وهن شباب روح المرحب الشغل وكل شيء. فبدي اتشكر التلفزيون الان وبدي اتشكر الشركه اللي عم يشتغل معها ناتشورال ستار. بدي اتشكركم انكم كمان انتم سبب اساسي كمان. فكثير مبسوط وكانت فرحه حلوه عن جد يعني. حتى تغيرت نفسيتي يعني غير. رح تشوفوني سمنان بعد فتره هيك فتحت قابليتي. كثير فرحت اني شفت امي وبتمنى دائما اني ما اقطع اشوفها واني يكون عايش معها بالمستقبل. نكون عايشين كلياتنا ببيت واحد مثل ما كنا عايشين بسوريا. وكثير فرحت كثير عن جد فرحت. واحد اهله مهما اقترب عنهم يعني بضل اهله. وبي كمان ابي نجتمع معه، نجتمع صار كل واحد بديره. فان شاء الله نجتمع كلياتنا ببيت. والله يحفظ لكم اهلكم والله يحميكم ياهم. ان شاء الله الله يجمع كل مغترب مع اهله. وانا اسف اذا حدا من اهله ميت او حدا رايح الله يرحمه يا رب. وان شاء الله هيك تكون الله يجمع شمل السوريين كلهم يا رب والمغتربين وكل شيء هذا بعيد عن اهله واولاده ومرته واطفاله والعالم كله. فحابب اتشكركم بهال هيك اللحظه هاي ولكم بيج هارت لكم. شكرا كثير. ومثل كل مره لا تنسى تشترك بالقناه وتحط لايك وكومنت. السلام عليكم.